السلام عليكم، فينا الشباب؟ نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم كنت باغي ندير واحد الفورماسيون لبعض الاصدقاء، وقلت علاش ما نخليهاش عامة مشتركة، بارطاجيها مع الناس، لانه اللي تلاحظوا انه ما كاينش فورماسيون بزاف في الانترنت، سيرتو في المغرب. اليوتيوب المغربي عامر غير بالتفاهات وبالتخربيق، فمني تجي تقلب على شي فورماسيون ولا شي لوجيسيال ما تلقاش، تتلقى باللونجلي، تتلقى بلغات واحدة أخرى، فرنسي، ولكن بالمغربية بالدارجة، وهذا ما كاينش. الناس اللي تعرفوا بزاف اللوجيسيالات، وهذا ما تعنيش ان ما عندناش مغاربة اللي ما تعرفوش اللوجيسيالات، عندنا مغاربة بزاف مجاهدين وتعرفوا اللوجيسيالات بزاف، ولكن كاين بعض التكتم، وكاين بعض شنقول لك بعض الناس اللي ما يعني تتحافظ على المعلومة ديالها، ما عرفتش كيفاش المفهوم ديالها لهذه المسألة هذه. ولكن المهم، باش ما نطولش عليكم وما ندخلوش في نقاشات جانبية، الوغ ان شاء الله بحول الله غادي نحاول انني ندير فورماسيون من ا تال زاد، غنعلمكم فيها بزاف ديال اللوجيسيالات اللي غيفيدوكم، وغادي نعطيكم دي زيكزامبل اللي غتشوفوهم. وكما تيقولوا في الدومين ديالنا، في جيني سيفيل ولا في بيتون ارمي، تيقول لك سيدي التيران يحكم. الله، ان شاء الله بحول الله انا تنوعدكم الى تبعتوا معايا الفيديوهات، يعني ما غتوصلوش ما بين يوم وليله، خاص شويه الوقت، خاص شويه المجهود الصراحه، ومن بعد ان شاء الله غتوصلوا لمستوى ربما اعلى من هذا اللي غنوريكم ان شاء الله بحول الله. الوغ مشينا، لا مشينا، بسم الله. الوغ هنا غنوريكم واحد ليكزومبل ديال واحد البوطون، هادو لي بلان ديكزيكيسيون. طبيعة الحال هادشي هذا ما تيدارش في بروجيات صغار، تيدار في بروجيات كبار. بروجيات صغار ما يمكنش غادي دير هاد لي ديتاي هادو كاملين، وهاد لي كوب هادو كاملين، ما يمكنش في بوطون غادي طيب بهاد الطريقة هادي. هادشي هذا ما تخدموش فيه في المغرب بزاف الصراحة، ولكن في دول واحدة أخرى بحال دول الخليج، الدول الأوروبية، تخدموا بهادشي هذا بزاف. باللونجلي تيتسمى شوب دروينغ، بالفرونسي لي بلون ديكزيكيسيون، وكاينين دي بيغول اللي هما سبيسياليزي في هادشي هذا في لي بلون ديكزيكيسيون، وكاين بعد لي زونتربريز اللي عندهم بيرو خاص او ناس خاصين بلي بلان ديكزيكيسيون. دونك شنو هما لي بلان ديكزيكيسيون؟ هما انه فورد ما تعطيه مثلا انك عندك واحد بوطو، تقول له بان هذا البوطو هذا فيه مثلا 8 تيت 14 مثلا، تقول له بان فيه 8 فوالا 8 مثلا، ان هذا بوطو فيه 4 ولا 8 ديال تيت 14 وصافي، وتقول له هاد اسباس مو مع شنو انا 10 هنا ولا شي حاجه وصافي. لا، تدي طيه بحال هكا، وتعطي لي كادر بحديتهم، وشحال ديال لي كادر، وشحال لي بار، والفاسوناج ديال لي بار، اللونجل ديالها، الكروشمون ديالها، كروشي ديالها، المهم تفصيل الديتاي ديال الديتاي كما تيقولو. بحال دابا مثلا هذا بوطون النومبر دو بار اللي فيه 102 H20، ولكن كل حاجة هنايا نديطاية بالتفصيل المهم. فغتلقى لي بار هنا ان ديال الفان، كيفاش دايرة لونجل ديالها، شحال فيها في لونجور، شحال فيها في لارجور، لي كادر بحديتهم، الشيما ديالهم كي دايرين في الطابلو هنا في المو كلوتير، غتلقاهم هنا في الديسان كيفاش دايرين. فما يخلعكمش هاد البلون هذا، وما يخلعكمش هاد النيفو هذا، ان شاء الله ربما غتوصلوا احسن من هاد المستوى هذا الا تبعتوا معنا هاد الفورماسيون. نحاول ما امكن ان الفيديوهات ما يكونوش بزاف، 5 دقائق حتى 10 دقائق، ما نحاولش نفوتها، على اساس انه باش تكون الهضره قليله ولكن المعلومات تكون وفيره ان شاء الله. هاد اللوجيسيال اللي تنخدم به سميتو ارماكان، اللي هو هذا، غتلقاه في الانترنت. هادي شحال فيرسون ديالو ما كانتش موجوده في الانترنت، كانت فيرسون قديمه تتخدم مع ويندوز اكس بي، وتتخدم بسيستم ديكسبلوطاسيون 32.
تعلمت فيها انا الصراحه، ودابا حاليا ما كاينش، ما تنظنش كاين اللي تخدم بالويندوز اكس بي، وما كاينش اللي عنده بي سي فيه سيستم ديكسبلوطاسيون ديال طوندو. الوغ بانت مؤخرا واحد الفيرسون جديده اللي تستخدم في الويندوز 7. ان شاء الله بحول الله في الفيديوهات الماجيه غادي نحاول نلقى لكم لوجيسيال، غادي ندير فيديو كيفاش تيتانستالا، او نوريكم الفيديو اللي تيتانستالا فيه. الفيرسون اللي عندي انا مشريه هذا 4K فيرسون 11، ولكن دابا كاينه فيرسون 9 اللي كاينه موجوده في غراتو، او راكم عارفين فهمتي. لو باش ما يكونش شي مشكل مع الشركه، ما غاديش غنعطيكم غير لو ليان، كاين واحد الفيديو في الانترنت اللي ناشون، فتقدروا تيليشارجيوه من تما وتانستاليوه، وغنوريكم الفيديو فين كاين. وهادشي اللي كاين باش ما نفوتش 5 دقائق ان شاء الله. في الفيديو الماجي ان شاء الله غنشوفوا كل حاجه بالديتاي، غنتعلموا كيفاش نرسموا بوطون ديتاي، بوطون ديتايه الكفراج ديالها، الفراياج ديالها، ونتمنى لكم ان شاء الله ان نوصلوا لواحد المستوى، واحد النيفو مزيان. وهذه غتكون فورماسيون حصريه، ما كاينش لي فورماسيون بزاف في الماكان. من بعد ان شاء الله غندوزو فورماسيون واحده اخرى في ادفير، في بزاف لوجيسيالات، غنخليها مفاجاه لكم ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش تعم فائده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.